أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وورث سليمان داود الطير وأوتينا من كل شيء بسم الله
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد
الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وأدخل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله.